عليكم، رجعنا لكم في تجربة فتح أكبر صندوق عشوائي برعاية فيرجن ميجا ستور. سو معاكم إبراهيم ومحمد، في واحد ناقص. قلنا بس كثير شافوا في الانستغرام إعلان فيرجن عن ترقب قريبا مع أي شو. طبعا هذا أحد المفاجآت، واحد صغير من المفاجآت اللي هتشوفها تجربة فتح أكبر صندوق عشوائي للشق الأنمي والأوتاكو والجيم وكل شيء من فيرجن. باقي واجد أشياء مفاجأة، يعني هذه لنا، باقي المفاجآت اللي بنسويها إحنا وفيرجن لكم. هذا حساب فيرجن، تشوفونه قدامكم، دخلوا وادعموهم وشجعوا والتعاون هذا، صدقوني صدقوني بيكون أشياء على مستوى السعودية كبير جدا. والحين نقول خلونا نبدأ. على فكرة أكبر صندوق عشوائي ليش لنا عندنا صندوقين توكسس، فكل واحد يلا ما جد ابدأ نطلع لنا شيء وخلنا نشوف كيف راح تكون المفاجأة. هذه هذه يلا تيشيرت سوبرمان، تيشيرت وقف، انت ما تحب سوبرمان، وثاني شيء هذا 2 اكس لارج يعني ماجد سوبرمان حقنا، انت ما تلبس 2 اكس لارج، هذا لي لا هذا لي، هذا سوبرمان. زين انا ما احب سوبرمان، اجيب لكم شيء ثاني ولا تقومون انتوا؟ لا جيب 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 انت جيب 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 ثاني. ثوب حق مين؟ ثوب حق مين؟ اكس لارج انا 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 ثوب، لا مو ثوب، انا قصدي بس سوبر هيرو ثوب. يا اه 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 هذا يوه جاء احلى شيء، جاء احلى شيء. لا لا احد مكتوب بثقافة عربية بعد. اه اريغاتو غوزايماسا. داي داي يوه دن نوت، شنو ده؟ يحب تزروته وقف، شنو هذا؟ او شي يعتمد All in one edition، هذا All in one edition ليه؟ هذا الاستديو، لا ليه ليه هذا الاستديو يا عمي، انا اللي اقرأ واق حجمي وقاص، واق حجمي قاص. هذا مو بلاك اديشن، هذا الاول ان وان اديشن، النسخه اللي كل يعني كل المانجا بمجلد واحد. امسك ابو خليل هذا خليش يا ولد مجسم ناروتو ناروتو دايس الناسك، لا هذا مع ابوه محمد، لا 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 محمد تكفى خلاص، هذا بتنزع عنه هي كلك لك لا رجع يو فاك يو جول، والله شغل يا ريال كومبليت بوكس ست، هذا المانجا اي طوكيو كوم المجموعه كامله كذا يبي الكرتون الاول. ابراهيم الدور عندك، تطلع لنا الاغراض. طبعا هذا الخبر رائع، فيرجن افتحوا قسم خاص للانمي والمانجا، مجسمات تقدر تاخذ الاديشن الكامل طوكيو جول، الاديشن الكامل ديث نوت، ناروتو ويا ابوه في طول الناسك مسوين واسنجا. وش هذا؟ دورو القصة الكاملة حق الدورو، مانجا دورو كاملة، الاصدار الاول القديم، الاصدار الاول القديم من مانجا دورو. انا قلت انهم يحبون، انا قلت انهم يحبونك فيرجن. لا خلاص شي مانجا نشوف، يلا عطني ماجد واحده. لا 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 تاكد، اي المجلد الاول مانجا، المجلد الاول من اتاك اون تايتن، والله يحبونك يا اخي مدلعينك. والمجلد الثاني من باراسا، والمجلد الثامن راح تقرا راح تقرا راح تقرا المجلد الثاني من باراسا، اخر مفصل يعني بعد الله. هيكل بنداوي، هيكل بنداوي حق ابراهيم اللامي. واو هذا احد اللي فازوا اعتقد في مسابقه مانجا برودكشن، المانجا وشفنا لها صراحه تريلر رائع، مانجا عربيه باسلوب الكوميك. يو الله الله على احلى هديه للمانجاوي اريغاتو كوزايماس ميجا ستور اومايوا اوينو ناكامادا. يلا نكمل استكشافنا، يلا يلا
لا 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 من قات ون بيس الايست بلو كاملة يا الهي ساسقط. شوفوا شوفوا من يصدق من يصدق يا الهي كل كولكشن حق مانجا ون بيس ايست بلو. احس انكم قربتوا تفهمون شو التعاون اللي بنسويه على مستوى السعودية اذا نجحتوا هذا الفيديو. يا الله لوحة لا هذا كوميكس كوميكس كاملة حق باتمان اند وشو من قدام هذا باتمان اند ذا كوت اوف اولز منظمة كوت اوف اولز. يو عشاق الكوميكس عشاق الكوميكس وينكم. طبعا هو يدي حبيب قلبي شكرا خبي حبيبي ما يدي شملي طبعا هو يدي انا من عشاق الكوميكس يدري شو شو سلي مجلد كوميكس كامل يا الهي اركتوكو زي بس فرجي اقل جيب اوي جانا من فيرجن قلت 200 ريال طيب كل ست لمانجا ناروتو كاملة مكملة هذا مانجا 27 مجلد ومعاه بوسترات وزنك ذهب وزنك ذهب وزنك ذهب أكبر وأغلى وأثمن وأجمل صندوق عشوائي تم فتحه في العالم يا بويس فيرجن ومايوا أرينا هكذا مشجع فيرجن يبدون بالخطوة الثانية اللي هل ما فيها دعم لكم صدقوني والله شيء مو طبيعي شيء مو طبيعي شيء خيالي بتستجنون بتستجنون وزوم متاجر فيرجن عندهم كل هذه الأشياء وأكثر هنا راح تلقى زاوية الأنمي والمانجا وشفتها أنا في الظهان مول وشفتها في الرياض وشفتها في جدة وان شاء الله قاعدين بتشوفونا في كل السعودية ويمكن ان شاء الله صار كله بتشوفونه فدعمكم فلنبدأ من هذه الخطوة وفي الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسون الاشتراك لايك وشير وشوفكم على خير.